إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لو بروف أصيل بورتو. اليوم مع لا شيمي أون سوليسيون، يعني كيمياء المحاليل. فوالا نحاولوا يعني نشوفوا بعض لي سلايد. دونك أنا ثلاثة لي شابيتر، نسترقوا سولمون الشابيتر الأولاني، لا رياكسيون أسيد باز أون سوليسيون أكوز، يعني التفاعلات حمض قاعدة. فوالا في المحاليل المائية، الشابتر الثاني أكسدة اختزال، الشابتر الثاني السوليبيليتي والبرودوي دو السوليبيليتي والرياكسيون ديال كومبليكساسيون. إذا على بركة الله عندنا الشابتر الأولاني رياكسيون أسيد باز، يعني تفاعلات حمض قاعدة. إذا كتعريف هنايا، فوالا إذا التعريف ديال حمض قاعدة. عندنا القاعدة، الحمض القاعدة حسب برونشد وحسب أرهينيوس. فوالا إذا الحمض حسب أرهينيوس، selon les deux théories des acides est tout corps capable de céder un proton H+. Voilà, هو كل نوع كيميائي قادر على إعطاء، يعني السي دي إعطاء بروتون اش بلس. والتفاعل ديال الحمض قاعدة هنايا شنو عندنا؟ إذا تفاعل الحمض نوع اش، عندنا اش كتعطينا اش بلس زائد القاعدة المرافقة ديالو. إذا هذه هي القاعدة المرافقة وهذا هو الحمض. فوالا التفاعل معهم كيتم مع اش دوزو. فوالا إذا هنايا أو يعني أو بيان عندنا الحمض أش كيتفاعل مع أش دوزو باش كيعطينا نورمالمون، كيعطينا أش تروا أو بلوس زائد أموان. فوالا هنا تفاعل آخر ديال الحمض. إذا الحمض حمض كربوكسيلي من نوع سي أش تروا سي أو أش، حمض الإيتانويك. هو الحمض كيتفاعل مع الماء باش كيعطيني القاعدة المرافقة لحمض الإيتانويك سي اش تروا سي او موان زائد بروتون اش بلس. إذا المزدوجة لو كوبل، مزدوجة كتعني لو كوبل أسيد أسيدو بازيك، يعني الحمض كيكون فوق والقاعدة المرافقة كتكون في الأسفل. فوالا إذا هنا ملي كنهضر على لا باز أو القاعدة، فوالا إذا لا باز أو القاعدة. فوالا سولون برونشد اون باز توت كور كابابل دو كابتي، يعني كيستقبل واحد البروتون اش بلس. فوالا إذا هنا عندنا لا باز بي كتستقبل بروتون اش بلس باش كتعطينا الحمض بي اش بلس. فوالا او مثلا القاعده بي ناقص كتستقبل بروتون اش بلس باش كتعطينا بي اش. هنا ناقص ديال بي ناقص مع الزائد ديال بي زائد كيوقع واحد التعادل كهربائي كتعطينا بي اش. هنايا مثال ديال الامونياك ان اش 3 زائد اش بلس بروتون اش بلس. اذا اش زائد اش 3 كيعطينا اش 4. اذا ان اش 4 هو ايونات الامونيوم، هو الحمض المرافق. اذا هذه هي القاعده وهذا الحمض المرافق. اذا جينا نهضر على المزدوجه ديال حمض قاعده، فالحمض كيكون في الفوق ديال المزدوجه والقاعده المرافقه كتكون في الاسفل. جيد، هنا عاود عندي تفاعل حمض قاعدة. عاود هنايا سي اش تروا سي او موان كابتور دو اش بلس كيستقبل اش بلس باش كيعطينا سي اش تروا سي او اش. ديك البلس مع الموان، هاد الموان مع هاد البلس، فوالا كيتختازلو كيعطينا سي اش تروا سي او اش. اذا هنايا عندنا لي كوبل اسيدو بازيك، او هذا الحمض وهذه القاعدة المرافقة، هذا الحمض وهذه القاعدة المرافقة. فوالا
هنا التعريف حسب أرهينيوس، يعني التعريف ديال الحمض القاعدة حسب أرهينيوس، une base toute corps capable de céder un ion hydroxylique، يعني كل عنصر قابل لإعطاء الأيون OH ناقص، أيونات الهيدرونيوم. فوالا، إذا التفاعل حسب أرهينيوس BOH هي B بلس زائد OH ناقص، NaOH كتعطينا Na بلس زائد OH ناقص. هذا إكزومبل. بين قوسين نورمالمون NaOH قاعدة قوية، محلول الصودا، محلول الصودا ولا هيدروكسيد الصوديوم NaOH قاعدة قوية. فوالا كتعطينا Na بلس، فوالا اللي هو نورمالمون حمض ضعيف متفرج زائد أيونات الهيدروكسيد او اش ناقص. يعني التركيز في الحقيقة ملي كنجيو نحسبو بي اش، التركيز ديال ان ا او اش كيكون كيساوي التركيز او اش ناقص، بينما التركيز ديال ان ا بلس في هذه الحالة كيكون متفرج، يعني ما كيدخلش في التفاعل. فوالا، تفاعل حمض قاعدة. اذا لي بروتون اش بلس نيكزيست با دون لي تان ليبر، بور كان اسيد بويس سيدي des protons, il faut en sa présence une base susceptible de les fixer. يعني ضروري متواجد واحد القاعدة فوالا اللي غتستقبل نورمالمون بروتون فوالا من الحمض. فوالا، إذا هنا في حل تفاعل تسمى تفاعل جاما، عند المزدوجة الأولى والمزدوجة الثانية، كما كيقول التعريف يتفاعل الحمض المزدوجة الأولى مع قاعدة المزدوجة الثانية، مش يعطيني حمض المزدوجة الثانية وقاعدة المزدوجة الأولى، فقط علاقات جامعة، علاقات جامعة معينة، بتسمى المزدوجة. أمفولي، on a fait l'ampoule qui est capable de jouer le rôle d'un acide et d'une base selon la réaction. مزدوجة كيلعب الدور ديال الحمض، مزدوجة أخرى كيلعب الدور ديال القاعدة. هاد المزدوجات غير مختلفة، فغادي تكون إلا مثلا هو عبارة عن أمفوليت، يعني عندنا أش تروا أو بلس أش دوزو، لا أش دوزو كيلعب الدور ديال القاعدة، وعندنا المزدوجة الثانية أش دوزو مع أو أش ناقص. هنا الماء كيلعب الدور ديال الحمض، كيتسمى أمفوليت. فوالا، كاركتير أمفوليت دو لو، فوالا الخاصية أمفوليت ديال الماء أو لا أمفوتير، كومبورتمون بازيك ديال اش دوزو. إذا هنايا اش دوزو فوالا عبارة عن قاعدة، والحمض ديالها هو اش تروا او بلس. إذا في هذه المزدوجة الماء كيلعب الدور ديال القاعدة. فوالا، فالتفاعل هذا مع أي الأمونياك والأمونيوم، الماء عبارة عن حمض كيتفاعل مع القاعدة ديال NH3 كيعطيني OH ناقص اللي هو القاعدة المرافقة للماء، وهذا هو الحمض المرافق للأمونيوم الأمونياك. إذا الماء عبارة عن حمض، القاعدة المرافقة ديالو هو او اش ناقص. اذا الماء في هذه الحالة كيلعب الدور ديال اش، كيلعب الدور ديال القاعدة. اذا هو عبارة عن امفوليت. لو بو جوي لو رول دان اسيد او لون باز، ايل بريزونت دونك ان كاركتير امفوليت. لو برودوي ايونيك دو لو، فوالا الجداء الايوني للماء. إذا هنا في التفاعل ديال الماء هو عبارة عن أمفوليت، إذا H2O زائد H2O يعطينا 2H2O. إذا 2H2O هو OH ناقص زائد H3O أو بلس. هنا نورمالمون التفاعل المزدوجة الأولى والتفاعل المزدوجة الثانية. Le couple acido-basique H2OH- et H3O+ H2O, l'application de la loi d'action de masse de cet équilibre donne voilà, K à l'équilibre, constante d'équilibre.
فوالا اذا لا كونستانس ديكيليبر هنايا شنو عندنا؟ عندنا التركيز دو اش ناقص في التركيز ديال اش 3 او بلس تقسيم التركيز د اش 2 او كاري. فوالا حيتاش عندي جوج اش 2 او ديك جوج كطلع في التركيز كطلع في الاس. فوالا نورمالمون ك او فوالا هي ك ديكيليبر فوا اش 2 او او كاري. Voilà, donc la constante d'équilibre KE, constante d'équilibre KE, il y a le tarkis d'IL H3O plus, le tarkis d'IL OH, naqis, à 25 degrés, le tarkis d'IL H3O plus, qui s'est le tarkis OH naqis, qui s'est le 10 os naqis 7, on a oudo 10 os naqis 7, ou hadi 10 os naqis 7, on a t'en hadi 10 os naqis 14. فوالا اذا 25 دوغري هادي ثابته. فوالا ثابته التكافؤ 25 دوغري ك او كتساوي تركيز اش 3 او بلس في تركيز او اش ناقص اللي هو 10 اس ناقص 14. ونقدروا نديفينيو بي ك او. بي ك او هو ناقص اللوغ ك او هي 14. اذا بي ك او نورمالمون هي ناقص اللوغ ك او غتعطينا هي 14 لو برودوي ايونيك دو. Voilà, notion de pH. Donc, on a notion de pH. Définition, on définit le pH. On définit le pH. Naqis log, logarithme le chéri de tarkis H3O plus. Au POH, on a naqis logarithme le chéri de OH naqis. Voilà, avec ce sahé, on a un kawaii de log. Tarkis de H3O plus, ou 10 os naqis pH. تركيز او اش ناقص هو 10 اس ناقص بي او اش. نورمالمون بي اش زائد بي او اش كتساوي بي كا او كتساوي 14. فوالا جبنا هاد العلاقة هادي. هاد العلاقة هادي فوالا هادي بحال اللي كنقولو مثلا كندخلو عليها ناقص كندخلو عليها اللوغ لوغاريتم العشاري لوغاريتم العشاري. إذا اللوغاريتم العشاري ناقص اللوغاريتم العشاري 10 أس ناقص 14 هي 14. وناقص اللوغاريتم العشاري أش 3 أو بلس هي بي أش. وناقص اللوغاريتم العشاري تركيز أو أش ناقص هي نورمالمون بي أو أش. إذا بي أو أش زائد بي أش كتساوي 14. فوالا إذا هنا حسب المحلول المائي التركيز اش 3 او بلس كيساوي 10 اس ناقص 7. اذا ناقص اللوغ ديال 10 اس ناقص 7 هي 7. اذا بي اش كيساوي 7 مليو نوتر يعني محايد. اذا كان التركيز ديال اش 3 او بلس اكبر من 10 اس ناقص 7 اذا ناقص اللوغ ديال 10 اس ناقص 7 هي 7. اذا بي اش اصغر من 7. فوالا اذا حمضي. اذا كان بي اش اكبر من 7 الوسط قاعد. لا قلنا العلاقة بين بي اش و بي او اش. العلاقة بين بي اش و بي او اش جبناها من هاد العلاقة هادي كندخلو لها ناقص اللوغ كلتا الطرفين كتعطينا بي اش زائد بي او اش كتساوي 14. ولكن فوقاش 25 دوغري هاد العلاقة هادي 25 دوغري كتساوي 14.